تمدد حركة طالبان واتساع رقعة سيطرتها في أفغانستان في غضون أيام قليلة يطرحان سؤالاً ملحاً عن أسباب السقوط السريع للمدن الأفغانية في يدها. فحينما أعلنت واشنطن عزمها الانسحاب من أفغانستان تصاعدت المخاوف من تقدم طالبان، لكن الولايات المتحدة قللت من خطورة ذلك معتبرة أن الجيش الأفغاني لديه قدرة قتالية تمكنه من التصدي للحركة. ومع مرور الوقت انقلبت الأوضاع رأساً على عقب، وباتت العديد من المدن الرئيسية تحت سيطرة الحركة، منها مدينة قندوز الاستراتيجية. وتعد قندوز مفترق طرق استراتيجياً، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى معظم شمال أفغانستان، وهي تقع على بعد حوالي 335 كيلومتراً من العاصمة كابول. وكان لسقوط مدينة قندوز صدى في البيت الأبيض، إذ كان مسؤولون كبار في واشنطن ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع على اتصال وثيق بمسؤولين في السفارة الأمريكية في كابول لتقييم تأثيرات ذلك. لكن هذه الاتصالات لم تغير شيئا على الأرض ولم تؤجل خطط الانسحاب، لكون إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة بخطتها لإنهاء الحرب في أفغانستان قريبا، على الرغم من المكاسب الاستراتيجية التي حققتها طالبان بحسب مسؤول أمريكي. ويثير التمسك الأمريكي بالانسحاب رفضا سياسيا في كابول، فقد حمل الرئيس الأفغاني قبل أيام الولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في بلاده بسبب قرارها المفاجئ بالانسحاب، لكن تصريحه لم يغير الموقف في واشنطن تجاه أفغانستان لتأجيل الانسحاب.